قاسني غير ثما في الجروب باين لانيو دي تفرنشي زعما ما الاسباب يشكون يجعلون تفرنشي ما رايت ما تكون ذا نتي حصانثن وكانثن قمعنثن كنو يخفنكم من هاي التاسم ذا غاريف طياراتي غرخكم تناظرون دغاكم تين عاشين نسو غانشو مشي تين عاشين مشي دار شو مشي تين مشي تين زعما نستحق شي اكين غفون ذي هك فما كيف نغذي هسي ذي فما كيف نغذي فما كيف ما تكون مجد فون ذيني قال لي ليت ما تنغ يد فون ذيني لا ثني سمحن كي خذي من سن سمحن كي مغاري سن سمحن كي سويت مس سمحن كي كلشي فما كيف نو نصام يث ما تكون نصام يث ما تكون نصام نصام فوث بالدما كيسن كي هولندا كي بلجي كي فرنسا كي اسبانيا كي اوليمان كي النرويج فوث فوث قوانين تداري فيكم يو ذنو كي تفرنشي ليها كي قيمنو تفرنشي ليها ميسني تعلن تقذن ما ريث ما تكون ذا كي ظل في ظل الحصار ظل قمع طفن طحن تين تين ميخ 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 ما غا زعما ما غا ما غا ما غا ينو تجيبو ذا يثماتكم تجيبو تسوي يثماتكم كنو سيخفنكم تاسم داني تتمارسنكم زاردكم غاثين عاش مروكم في الحاجة تبقى معنشكم تقين لكم ما غو تفهم شي دي زعما تناصر فوف فوف بدي تناصر ذا يثماتكم وذا الواجب خكم مش كوم يجعل نهار التواجب نمكي هولندا كيف نضمني السبب يزر مخزن نوانيتي واش كنو ذقوام السانيتي سين طاون اتشمي ذقوام السانيتي زي المطار ذقوام سين طاون سين طاون ما غا وذكا تقيم شاتك تقيم داني تاك العائلة ذقوام سين طاون ما غا لأنه ذو فيه شي وذو فيه شي مش غيجعلنا تقيم دا اقش روخان عام سيدي تواجد ديها برا ايوا فوغا كيف ما كاصا يثما كذين غير الدعوه يثما في لونكي هولندا نقي بلجي نقي اسبانيا افغو فغو فناصا ما يثما فيكم تواجد مذين كان وصلت الحق يستوجي بزاف كذا مسنا ما تفوضها تنصا تنصا يثماك وين زارني يثما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه صنف من قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يا الله مر تحب ذي يومك من تحب ذي خفينك يا الايمانينك زيرو وثيم زيدا وين ذي قروبا تعيان تدور ضد الحركه الائمه نغاكم ذيني مين عنا الدور نصن يتقاضون اجور صغاكم كنيو وتهاجم من دايف مالكم كنيو تفاروجم نطلب مدرسه ذرعيب نطلب سبيطار ذرعيب نطلب المعمل ذرعيب نطلب الشركه ذرعيب ما غلط الصام شايف مالكم ثيم زيدا وين ان ها غياري الرسول صلى الله عليه وسلم خل من با يتاري باش غادي يفضح الفساد باش غادي يفضح المفسدين باش غادي يفضح الظلامه باش هذه اضيف حناه بالثروات ان المواطنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى قبر مديه فذي تصحت هذه طمأن خيوذان ماشين عمر بن الخطاب انك لو تعثرت البغله في العراق اخذت وحسبه هي نكشي نوخ الاسلام مين زاكش نكسي مين نكسي زي الاسلام هذه تقال ما غاك روضه واحد تحت الزاج تلقى عارض في المغرب وتجيش عارض هذا مزيدة اخسان غانك من يتق الرسول صلى الله عليه وسلم من تقن الصحابه مين تقني وذاني كي تجان مؤمنين حقيقيين وتجي خنقت بوصاني دي تاري رفقي زي المنبا تيشنس التوريق للمخابرات تيشنس المخابرات التوريقي باش هذيني مين يقع باش هذي السفسد الأمة ها عما سي السيوري شي الإمام ذيني وخا إنكم كنو تواقاشو مثلا تيكوروبا لأنه المخزن تا السبب باش كوم ديوين ذا عما سي فقد شي الإمام ذيني إنكم عباد الله قيث ما تكون ذيها محاصرين ماغا نصافي يثماتكم هو هذا الواجب يثماتكم تفون كي هولندا نلقي نص مضرغ ماذا لي سمح غير خذيم سن تزن ذي باش تفون ذيني افون تواجد ما كينسن افون كي بلجيك تواجد ما كينسن كي اسبانيا تواجد ما كينسن نصافي يثماتكم هو هذا الواجب 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 ما غا زعما ما غا بنادم هذي قيمة فاروج كيدا داد ويل كايت ماس هادي تعتقل نثن كايت ماس توكان ثن كايت سويت ماسن روخا كني وليها نعام اسيدي تكخهم سبعة ضابعة إذ خدم الديت فكات ما تسكري العائلة يخدانيتي
روخك طال الازمان اللي وقع عندي اوروبا نعم سيدي فقال اسمو خاص غانك اش نسكي العائله تنو ما السبب ذر مخزن شكثر وينك قد ثانيتي ولهذا غاية يسمع افو من صام يثماتكم افو من صام شو يثماتكم ما غير مخزن نهار يوحد الصفوف يسدد دا يثماتكم ما غا وحد الصفوف نسنشو توحيد شي الصفوف النور قامين تقامي وديشي نزول مصلحة يخفل نغشين فردية نيغ الشخصية نزول مصلحة ياريف قران شو نكاش يتفقى نغير ذري النور قران شو نكاش يتفقى نغسر خذ مثل النور وثب الدماء كي تسن قي هولندا قي بلجي قي فرنسا قي اسبانيا قي وليمان قي النرويج فض قواني تذاري فنكم إيو ذا نوكي تفرنشي ذيها قي قيم نتفرنشي ذيها مثني تعلن تقذن ما ليس ما تكون ذاكي ظل في ظل الحصار ظل قمع طفن طحن تين تين ميخ 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 ما غا زعما ما غا وينو تجيبو ذا يثماتكم تجيبو شو يثماتكم كنو سيخفنكم تاسم داني تتمارس لكم زاردكم غافين عاش مروكم في الحاجة تبقم عنشكم تقين لكم ما غو تفهم شي دي زعما تنصر فوف بدي تنصر ذا يثماتكم وذا الواجب خكم مش كوم يجعل النهارة تواجب نبقي هولندا كيف تدمرني السبب يزر مخزن نواليتي واش كنو ذقوام السانيتي سين طاون اتشمي ذقوام السانيتي زي المطار ذقوام سين طاون قاسني يثماتنا قروبا ينلني ودي تفهمش زعما ما الأسباب يشكم يجعلون وتفهمشي ما رأيت ما تكون ذنتي حصانثن وكانثن قمعنثن كنو يخفنكم من هاي التاسم ذا غاريف طياراتي غرخكم تناظرون دغاكم تين عاشين تزوغانشهم وشي تين عاشين وشي دارشوث وشي تين وشي تين زعمون استحق شي أكي نغفهم ذي هك فهم أكيد نغذي هسيدي فهم غاكي نغذي فهم أكيد ما تكون أكيد فهم ذيني قال لي ليت مثلا غيت فون ديني لا ثاني سمحان غير خذي من سن سمحان غير مغاري سن سمحان غير سويت ما سن سمحان غير كلشي فما كيد نو نصام يث مثلكم نصام يث مثلكم نصام نصام في بالي يا اخي ما يحب لي نفسي صنف من قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لي اخيه ما يحب لي نفسي يا والله مرض حب ذي وماك مين تحب ذي خفينك يا الايمانينك زيرو وثيم زيدا وين ذي قروبا تعيان تدور ضد الحركة هو الأئمة نغاكم ذيني مين عنا الدور نصن يتقاضون أجور صغاكم كنيو وتهاجم دايف مالكم كنيو تفاروجم نطلب مدرسة ذرعيب نطلب سبيطة ذرعيب نطلب المعمل ذرعيب نطلب الشركة ذرعيب ما غفل الصام شيء مالكم ثيم زيدا وين إن هاغا ياري الرسول صلى الله عليه وسلم خل من با يتاري باش غادي يفضح الفساد باش غادي يفضح المفسدين باش غادي يفضح الظلام باش غادي يفضح ناهبي ثرواتنا من المواطنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قبر ما ديات فهذه تصحت هذه طمأن خيوذان ماشين عمر بن الخطاب إنك لو تعثرت البغلة في العراق أخذت وحسبه هي نكشي نوخ الإسلام مين زاك نكسي مين نكسي زي الإسلام هذه تقاد ما غاكلو ذا واحد تحت الزاج تلقى عارضنا غاز مغرى وتجيش عارضنا ذا مزيدة يخسان غانك من ذا الرسول صلى الله عليه وسلم من تقن الصحابة من تقني وذانك يتجان المؤمنين حقيقيين وتجيخ نغط بوصاني دي تاري رفقي زي المنبات تيش الناس التوريق والمخابرات تيش الناس المخابرات التوريقي باش هذيني من يقع باش هذي السفسد الأمة ها عما سي السيوري شماغة وذكا تقيم شاتك تقيم ذا نتاك العائلينك ثقوات سين الطاون ماغا لانه ذو فيه شيء وذو فيه شيء مش غيجعلنا تقيم دا اقشرو خان عام سيدي تواجد ديها برا ايوا فوغا كيف ما كاصا يث ما كدين كي الدعوه يث مثلا كي هولندا نقي بلجي نقي اسبانيا افغو فوغ ناصا ما يث ماكم تواجد مزين كان وصلت الحق يستوجب الزكش كذا مسلمة تفوضها تنصى ذا يث ماك وين زارني الرسول صلى الله عليه وسلم قالك لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب